طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية من العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: اعتقال الرائد علي الشياع المالكي مرة أخرى، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية له. وفي العنوان الثاني: عصابة في البصرة تبيع أسماكا سامة كأعلاف لبحيرات الأسماك. وإلى العنوان الثالث في هذه الحلقة: تظاهرات في الديوانية مركز محافظة القادسية تطالب بتوفير الكهرباء والخدمات في المحافظة. أما في العنوان الرابع والأخير: جهود ذاتية في بابل وبغداد بعد عجز الحكومة عن توفير الخدمات وتبليط الشوارع. ومن العناوين إلى التفاصيل: الرائد علي الشياع المالكي، والذي يعمل في شرطة مكافحة المخدرات في محافظة البصرة، والذي اعتقل بعد اعتقاله لمهرب إيراني الجنسية، يتحدث عن خلفيات اعتقاله وعن اتصالات جرت معه من سياسيين للذهاب إلى القنصلية الإيرانية في البصرة وتقديم الاعتذار من القنصل الإيراني. دعونا نشاهد. بالنسبة للموضوع، قبل لا اعتقل بيوم يعني اتصل بي عضو مجلس محافظة السيد أبو حسن الساعدي، شرحت له الموضوع كله، قال إجراءاتك الأصولية خلاص، قال بس يا ريت تمر علي الصبح لأن القنصل زعلان علينا. قلت له القنصل منو؟ قال القنصل الإيراني. قلت له أنا ما عندي عرق ويا شخصية أو مشكلة شخصية وزعلان علي، أنا بالنسبة لي أمر قبض نفسه وخلاص انتهى الموضوع. فما أعرف. تحدث الرائد علي الشياع المالكي عن سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاعتقال والتهديد والإهانة في السجن، والتي لاقاها على يد زملائه من الشرطة، فلنتابع. من وصلت هناك شدوا عيوني ثلاثة أيام، كل ما يأخذوني للتحقيق شدوا عيوني. طبعاً قانون وصول المحاكمات ممنوع تعصيب العيون للضابط. هم يعرفون كل زين هذا الحكي. طيب ثالث يوم انضربت. ضربوك؟ هو درت تسأل ضربوك؟ انضربت بس بدون علم رئيس اللجنة التحقيقية. يعني ضرب وبدون ضرب علم مدير الشرطة. ضرب هواية لو فقط للإهانة. والله شدوا عيوني يعني صافن، هي ضربني ضربة كلش قوية على وجهي ثلاث مرات أربع مرات. راجديات؟ شخص أنا عرفت إيه. راجديات؟ إي والله للإهانة. وهذا شوي مأذيني كلش، لفوا تهديدات، هاي هدية لك من البطاط. إذا هكذا يتم معاملة ضابط في الشرطة فكيف مع المواطن العادي؟ طبعا بعد هذه التصريحات التلفزيونية والتي أزعجت بعض النواب، وقاموا بالضغط على شرطة البصرة لاعتقال الضابط علي المالكي مرة ثانية. هذه المرة قام الضابط علي الشياع بتوثيق لحظة ذهابه إلى التوقيف بعد صدور أوامر بتوقيفه على خلفية اللقاء الصحفي الذي ظهر به وتحدث عن حقائق بشأن اعتقال المهربين وعن اعتقاله وما تلقاه من تهديدات في الاعتقال وقبل الاعتقال. دعونا نتابع. أنا حاليا متوجه للتوقيف إلى السجن برجلي رايح، من العلم ما حد لا مفرزة ولا شيء، مجرد نادوا عليه بالجهاز أنا رايح. خلي أحزابكم تفيدكم، خلي أحزابكم تتحكم بيكم، بس أنا ما أتحكم بي الأحزاب ولا أعترف بيها ولا أريدها. أنا عراقي وأحب بس بلدي. في أمان الله. إلى تفاصيل الخبر الثاني: قوات الصدمة التابعة لقيادة عمليات البصرة تتحدث عن إلقائها القبض على عصابة تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي حسب وصفها، وأنها داهمت معملا تابعا لعصابة خطرة في قضاء الهارثة منطقة المسحب، تقوم بصيد الملايين من أصابع الأسماك الصغيرة، وذلك من خلال إلقاء مادة السم بنهر الفرات وتقطيعها وبيعها كأعلاف على أصحاب بحيرات الأسماك. دعونا نتابع. Thank you.
بعد ورود معلومات من قبل مديرية الأمن الوطني الأبطال بوجود أحد المتهمين يقوم بالصيد الأسماك في شط الفرات عن طريقة السم، ومن خلال سم الأسماك يقوم بجمعها، ومثل ما تشوفون حاليا بهذا المعمل يقوم بجمعها وثرمها ويقوم ببيعها على البحيرات الأسماك أو الأعلاف للحيوانات، وهذه تعتبر جريمة منظمة. تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية الأمن الوطني ومركز شرطة الهارثة الأبطال، وقامت قوة الصدمة بتطويق المكان، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين وبحوزتها المواد السامة، وهذا يعتبر مبرز جرمي بحق الجريمة الذي قام بها هؤلاء المجرمين. الآن احنا موجودين بمنطقة الهارونية، هناك مخزن يعني ضمن عمليات التفتيش اللي قامت بها الجهات الأمنية، وجدوا انه هذا المخزن بكميات كبيرة من الأعلاف الأسماك، الروبيان، الأسماك الصغيرة، يعني صار لنا تقريبا بالعشر سنوات هاي الظاهرة ما لمسناها. يعني خلينا نكون صادقين انه استخدام الصيد بالكهرباء موجود. صاحب المعمل، معمل علف الأسماك، والذي قالت عنه قوات الصدمة بأنها داهمت معمله في البصرة لوجود ملايين الأسماك المسممة فيه، ينشر مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكد به بأن المواد الموجودة في المعمل هي عبارة عن أدوية ومبيدات ضد الأمراض. والسؤال، لماذا لم يعتقل إذا كان معمله يحتوي على ملايين الأسماك المسممة؟ ولماذا قالت وزارة الدفاع بأن عمليات البصرة اعتقلت عصابة مسؤولة عن تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تسميم الأسماك، بينما لا يزال صاحب المعمل حرا طليقا؟ الموضوع يحتمل احتمالين، إما أنه حقيقي، يعني أنه خرج بدفع أموال، أو أن الأمر كله من الأخير مجرد فيلم كما قال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قامت به قيادة عمليات البصرة. دعونا نتابع. طبعا رد على ما قاموا به من كلام على بأن المعمل يستخدم به أمواد سامة. أنا اليوم أرد أسم السمك مالي، أنا صاحب الحلال، صاحب المعمل، وهذا اللي يقول سم راح أخليه على الأسماك هاي، خلي تموت، خلي تنفذ أسب حضوركم، خلي أبو ياسر من عنده. طبعا هذا يتخلي سمك حي، يبع السمك يذب عليه، يبنا بعد السمك يبي، يبع السمك يبي. ما ينصاد، هذا موجود الأسماك هسه اللي إلى يموت هسه يطفي خب، ما يظل هو ما ينكض هسه. شوفوا هذا سمتي نوعية. كذا بيصير يصورها؟ ما ينكض. شوف هاي نقول سم حطيناها احنا، نريد نموت البحيره كلها هسه ذب البحيره، وهذا السمك جاي ينذب هنا. اخي هذا علاجات، ونرجو من اصحاب الاختصاص ان يشوفون يفهمون شنو العلاج. هاي القوطيه عندي، مو بس هاي القوطيه، انواع عيب، انواع العلاجات عندي لكل مرض علاج. استاذ شوف هذا اليحوس، هذا استاذ ما عندنا سم، احنا نستخلص، احنا ضد القوانين السم. إذا أكو سم ما نضر به، إحنا ننفع به. يعني إذا أكو سم معقم هسه هذا الدود شلون تكتله الباق؟ شنو الذبلة؟ الذبلة شكر ويموت؟ لو الذبلة مادة سامة بس قليلة حتى يموت الباق، هذا الباق هسه اللي يأذيني. بس مع احتراماتي اللي يقرأ خلي يعرف شنو التراكيز ومن يستخدم هذا. هذا تعقيم حوض بأمراض معقمة بأنواع. هسه اللي قال الكلور، هنا شلون مادة الكلور لا يلقاها بودر؟ يقول هذا قاعد يضخها على الوادم يموته، ماكو اش حكي. إلى تفاصيل الخبر الثالث، مئات المتظاهرين يخرجون في مظاهرات عارمة تجوب قضاء الحمزة الشرقي في محافظة القادسية، تطالب بالخدمات والكهرباء أولا، علما بأن هذه المقاطع التي سوف نعرضها بعد قليل أرسلت لنا عبر خدمة أنت ترى، فلنتابع. Thank you.
شايفنا شلون صحيح. متظاهر الحمزة أكدوا بأن قضاء الحمزة الشرقي يعاني من الإهمال والتهميش منذ عام 2003 ولغاية الآن، ولا يوجد في القضاء شارع صالح أو مدرسة جيدة بالإضافة إلى انعدام الخدمات فيه. أمهلوا الحكومة 3 أيام لإيجاد حل وإقالة المجلس المحلي. دعونا نتابع. اليوم الاثنين أبناء مدينة الحمزة بتظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق المسلوبة. حقيقة مدينة الحمزة تعاني من تهميش منذ سنة 2003 حقيقة، وقد لا يعلم الجميع أنه طيلة 6 سنوات هي ميزانية 2005 و2006 و2007 و2008 و2009، هذه ميزانية الحمزة تنوخذ تنعطى لمدينة العفش. فإحنا اليوم من هذا المنبر ومن هذا المكان نطالب بفتح تحقيق، نريد نعرف هذه الميزانية وين راحت. مطالب عندنا نريدها تتنفذ. إحنا مطيناهم مهلة، هاي صار 7 أيام وبعد 3 أيام. إحنا نريد دن 3 أيام المحافظ، مجلس بلدي، مجلس محافظة، نريدهم يكملوننا دن 3 أيام ويقيلوننا ذولي. الحمزة منكوبة ومنهوبة حتى للمدارس، أطفالنا ما تمشي. هاي اليوم عززناها مظاهرة، والمظاهرة القادمة راح تصير أشد وأعنف وأقوى. نسمع المسؤول، إذا ما يسمع نسمعه، نقول له هاي مطالبنا، عليك غصبا عليك تسمعها شئت أم أبيت. الناس تريد حقوقها، وإذا ما تكون حقوقها الناس راح يفلت الوضع من 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 قضاء الحمزة كله. فرجاء رجاء رجاء ولو بدون رجاء انتبهوا لمدينة التراب، مدينة الحمزة، وغير هذا الحكي ما نقوله. اليوم طلعنا وبعد الوضع يفلت من مدينة الحمزة، فاسمعوا اسمعوا الكلام اسمعوا وغير هذا الكلام ما نقوله. إلى تفاصيل الخبر الرابع. عندما تعجز الحكومة بكل إمكانياتها وميزانياتها المليارية عن تصليح الشوارع وترميمها، يقوم الناس بالجهود الذاتية، حيث قام أحد الرجال من كبار السن ويدعى السيد حكيم وبأدوات بسيطة وبإمكانيات محدودة بترميم الحفر الموجودة في الشوارع وطمرها، وهو مستمر بهذا العمل الذي وصفه بالصدقة الجارية منذ 2 سنين وبمجهود شخصي، وهو من سكنة محافظة بابل. دعونا نتابع. شلونك سيد؟ هيا شلونك؟ قالك ايش قد تشتغلوا هاي الشغله؟ قوه الله قال لك ايش قد تشتغلوا هاي الشغله حجي؟ والله صار 2 سنين حجي. العباده رئيس الوزراء طلبني. زين بس اردتهم ليش انت؟ شنو مجبور تسوي؟ اني صدقه جاريه طريق المسلمين، هاي تطوع من الله سبحانه الله تعالى، خير الناس من نفع الناس. نلفق سيارات بتتكسر، سيارات تتكسر ليش؟ عظيمة هاي المواطنين السواق اللي شوية وغيري وغيري كلهم حتى سارة مطلس بتتكسر ما تخرب. هذا العراق العظيم، لو أنا كان مكان العراق يأخذي جنة، أنا الحلة خليتها جنة. زين حجي أقدر أخذ اسمك؟ أخذي سيد حكيم. نعم. وبالتعادي؟ نعم. أنا شوية سيد حكيم من عنيدي. الله يبارك. ممنوع خدنا صدقة جارية حي البكر اللي قاعد صدقة جارية أخوي. الله يبارك. إلى حملة تطوعية أخرى، حيث قام بها أهالي حي الساهرون في منطقة جسر ديالة جنوب شرق بغداد، حيث قاموا بحملة تنظيف للشوارع وصبغ الأرصفة، وينوون القيام بحملة لإنارة الشوارع بعد يأسهم من الحكومة ومن المطالبة بتوفير أبسط الخدمات وأسهلها. فلنتابع. الأخوة يواصلون عملهم وفي ساعات متأخرة تقريبا الساعة 12 ليلا، ويواصلون عملهم الوطني والتطوعي حبا لمنطقتهم. ويانا الأخ حميد أبو كرار.
فد كلمة معينة إذا أمكن يعني. أنا هاي تبرع من البيوت منطقتنا شارعنا تبرع تطوع من جماعتنا أصدقائنا بالمنطقة، وهذا العمل كله ثواب موتانا أجمعين يعني، مو واحد المسلمين كلهم. نظافة المنطقة حلوة. أحسنتم أحسنتم. أحسنت، واحد كل ما ينظف منطقته هو بيته نظيف. أكيد أكيد، من الشارع يكون نظيف بيته نظيف. بيته أكيد نظيف. أحسنت. مع ذلك أنتم محافظوا عليه مستقبلا، الإدامة، النظافة. نسيل من الله. إن شاء الله. ان شاء الله الشارع هسه شارعين كملته، هذا الشارع وهذاك الشارع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون هاي الحذوه لكافه المنطقه. هم مضويه ان شاء الله ننورها بعد زين. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله بكم، بارك الله بكم يا ابطال. طبعا شيء مفرح بصراحه. يلا صار صار صور هذا إلى فقرة آرائكم. صوت أعضاء البرلمان على حقوق وامتيازات للنواب، على حقوق وامتيازات للنواب الذين فازوا بالخطأ وتم استبعادهم من المحكمة الاتحادية مؤخرا. رئيس المجلس محمد الحلبوسي طالب النواب بالتصويت على منح الحقوق والامتيازات كاملة للنواب الذين أدوا اليمين الدستورية وتم استبعادهم، في إشارة إلى أعضاء البرلمان الذين استبدلهم القضاء نتيجة خطأ في توزيع الأصوات. دعونا نتابع لحظة التصويت. أكيد المضي بهذا الأمر، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على اعتبار النواب الذين أدوا اليمين الدستورية وخرجوا ما بعدها لأي سبب من الأسباب هم نواب سابقين. أطلب التصويت ويتمتعون بحقوق النواب السابقين. أطلب التصويت على هذه الفقرة. تمت الموافقة بالإجماع. أسرع تصويت قد تراه في برلمانات العالم. أما إذا كان التصويت للشعب فالأمر مختلف، يأخذ سنين طوال. هذا الأمر لاقى رفضا كبيرا وواسعا من قبل الشارع العراقي، وعبر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بغضب واستياء كبيرين. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات. أبو مرتضى العراقي علق: هاي له حقوق الفقراء 20 جلسة وما يصوتون ويقولون النصاب لم يكتمل. آخر علق: وين حق المتقاعد؟ وين غلاء المعيشة للموظف؟ بس البرلماني إلى حقوق والتصويت بالإجماع. مرتضى العوضي: فلوس ارفعوا ايديكم بسرعة، حرامية لو للشعب كان ولا واحد رفع ايده، بس الله ينتقم منكم. الباشا علق: سيلعنكم التاريخ يا أفسد شلة سراق ولصوص محترفين، سرقتم قوت الشعب ورقصتم على جراحه، الله ينتقم منكم. المهندس غالب البعاج: قانون مجحف ولا يمكن أن يمرر في أي دولة بالعالم، مع كل الأسف هذا برلمان يمثل الشعب. توفيق الشهر: على هاي السالفة بعد ما كنا أبي داوم لأن حقوقه مستمرة حتى لو قاعد بالبيت. والآن إلى فقرة هاشتاج. هاشتاج اليوم والذي تصدر موقع تويتر هو محمد مرسي الرئيس الراحل الذي توفي يوم أمس أثناء محاكمته. دعونا نتابع التغريدات على موقع تويتر. الشيخ الشنقيطي قال: بذل محمد مرسي جهودا لمناصرة فلسطين وسوريا وغيرهما
وترضى على الخلفاء الراشدين في المكان الذي يلعنون فيه ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمم المتحدة محمد مرسي. عز الدين المريسي قال أو غرد محمد مرسي رحل وفي قلبه غص على وضع بلاده وما آلت إليه الأمور، ورحل وهو موجوع على وضع القضاء المصري. غسان ياسين غرد في مثل هذا اليوم وقبل 7 سنوات انتخب محمد مرسي كأول رئيس ديمقراطي مدني في تاريخ مصر، واليوم قتل مرسي في سجنه، هذا التوقيت ليس مصادفة. إحسان الفقيه غردت محمد مرسي اليوم هو وخصمه وغريمه نيابة عن الأمة بين يدي الجبار وقيوم السماوات والأرض بلا نفط وبلا دولار. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. موقع رصد الإلكتروني نشر تقريرا مصورا شرح فيه أو وضح فيه أبرز محطات الرئيس الراحل محمد مرسي، دعونا نتابعه. أعاهد الله وأعاهدكم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. موقع جبلس عربي نشر تقريرا حول قيام لص في الجزائر بسرقة هاتف فتاة كانت تقوم ببث مباشر على موقع فيسبوك. هذا البث المباشر على فيسبوك كشف وجه اللص، دعونا نتابع. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.